في مكتب تصويت في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، ومن دون أن يدلي بأي تصريح، أدلى الرئيس المصري محمد مرسي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الأولى التي تشمل 10 محافظات تضم حوالي 26 مليون ناخب مسجل من بينها القاهرة والإسكندرية، فيما ستجري المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت المقبل في 17 محافظة. وكان مشروع الدستور قد أثار انقساما عميقا وحادا في مصر، وتسبب في العديد من المواجهات الدامية أحيانا. هو الدستور يعني في مواد معظمها هو كويس، وهو في الاخر اولا واخيرا هو كلام بشر، فاكيد دايما هنختلف او نتفق عليه، ولكن هو هيكون ارضيه كويسه ان احنا نبتدي نتحرك من خلاله. المصريون منقسمون اذن بين مؤيد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وبين رافض له. انصار الرئيس محمد مرسي وفي مقدمتهم جماعه الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها والجماعات السلفيه الاسلاميه الاخرى دعت الى التصويت بنعم والى الاقبال الكثيف على مكاتب الاقتراع، في حين دعت جبهه الانقاذ الوطني المعارضه وقوى اخرى وقومية ويسارية إلى التصويت بلا على دستور اعتبرته غير توافقي ويقسم البلاد.